بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فدقا وكيل بعد كم بدا حلقة أهيد فقه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما قان عاو مساتك وثوب حدا في سين أوشي الله سبحانه وتعالى كالله يتويس خير إن شاء الله. فدقاني وكيل بعد كسابسن كساب سنة فديك بالحق إنه كسب من رسول أمين فديك يعني وكساب سنة لما يستركي كلمة هاي إلهي سبحانه وتعالى دينك يسأيو إسلام نمد قاب كهو وأنا كسنة أذكر لوجو يريجو لوجو باقيو وأنا جي سماها يعني كداعية المسؤولية دا إزاري وحل جربي يتلمام الدورة إنه نسينا أي كلمة دو تاريد وحكلو يمرك أي داريد مشورين تانكا هاي قواعد شان إنه حق كسوم مري إيشان كلا إنه كدرينا إن شاء الله دت كمسلمين تي الدنيا دع الله دار دوبان مال بابو كل بن مسؤولية دينية تربية إنك ساري قاب كي أقوى نكسنا إيه دت كاسي أبد بعدين لهيدين كدي مركز نفتي نبد بعيسان أي كلمة من كدل وريجيس وحن سوم مري نك داعي جاء إن لجربه ممنوعنا أي كتهاي وحن إسلام كو قالين إنه ما دعو يرو ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية قاعد كبيد أهيد هذا إنه إسكاشنا إنه أما إسبهي سنة إنه أما أن أرسمي سنة إنه أما إنه أديك إيو إسكاشتو إسكوكو إيمانا إنه وإن إلهي الدين كسلوغ أديك هاي وحي كبحسن إنتاسنا ودين لآن يدقن كي جاهلية ده قاب كل سوء أنا يستو أما وحلو أبتر صدايا إنه صومر قاعد يصدح قيبل وبحناي مباحي محمود هي شيء مذموم أه خلاصتنا وحي أهيد لما أقول روح مسلم كا يدتك مسلمين تا يدتك دنبال كا ونكسن إسلام كا كباقي إن يتحزب الرئيس يفرقين أي لي ما دنا ما أساسا أمدنا أي كلا شبيان وحان كتاب كا الله يسونا النبي عليه الصلاة والسلام أن كا أهين أمدنا يقول يران الله أقلي قاعدة لبعضنا وحي أهيد إن ضروري تهي oo ducada laga rabo inay ilaaliyaan midnimada iyo wada jirka dadka muslimiinta arrinka midnimadana uu yahay asal min usul diin muslimiin wa asal wayn oo kamida tirarka diinteenu ku taagan tahay midnimo iyo wada jir iyo wada socod iyo isfahan inuu yahay rukni asaasi oo diinteena ka tirsan tafarruqa iyo ikhtilaafka kala taguna uu baan yahay oo sharciyeen iyo diinteenu ogalay قاعدة صدحات وحياة هيد آدم هنا اسمان دافان أما أون وحون إسلق فان ووحو ربك خلقي وطبيعة بشري خلاف كان إلا أقاسمه والله سياسة دينا وحكم شرعية مرك اختلافك وطبيعة بشرية سياسة الاختلافنا ومسألة شرعية بيئة هيد قاعدة صدحات ومرك أنه قيب أنه خلاف كمد لغوض الصعون كرو ويمدو كود الشيري كرتو حقنا أن دعوين من نمدي إيو إسكو دوبنانتي أن كردن تالي إيا خلاف أن لقود السعون كرين ومركا كحدنا مسألة كل بميزان كأي كولة دي الدين تين أي كولة عليس كأي كولة هاي كتاب كي سنة حق أدلة إذن خلاف لقود السعون كرو يمدان لقود السعون كرين وكل بأو اللابان إيا ميزان كأي ثقل كأي مسألة كولة هاي كتاب كأي سنة تاسنو ويتومرتنا الخلاف السائق هي خلاف غير السائق هذا كل يعني كسومر مدة أيضا وحين تلماني خلاف كسائق مكلة تبي أمضى بربر مكينه إسكود عم مكينه كردي مش مكينه وحكينه كردي مش ذي بربر كوا مركة خلاف كي عنما يي لدا فيو حد كيسية تنكيس لا لا أن ترارو ومركة بغي أوي ماده بغي وروحا كان وانك صوت الماني وان نظر كي اجتهاد جاءها يقول قمنا لا اها شهادي يلا قمنا شهادي اد اصل كدكتو ادك كو غوينيسو كو خيريسو نينك كو ييرنا اد كو ييري كي كو ديدن اد كلا تغيسا تاصيل النظر الاجتهادي با بغي كان اي و خي لميد كا وانك سو مر قاعده ودنبيسي قاعده افراد وحي اهيد
ninka daaciga waxaa laga rabaa inuu yahay nin fiidhoon oo dhugle oo qiimeyn kara kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyo dadku u yeedhayo iyo beledka uu jooga qiimeyn kara qiimeyntaasoo keenaysa kolba ruuxaan ilaa bukaan way ruuxa bini aadamkee diinka ugu yeedhayso ee wax ka khaldan yahay waa ruux buka qaabkaad ula tacaamuli lahayd ama sida sahaynlad wax ugu sheegi lahayd ama aad diinka ugu soo dabaayi lahayd markaasay kuu soo baxaysaa bacda ma aad diraasaysay asagii xaaladdiisa aad qiimaysay xaaladda la joogay ee zamanka aad fiirisay beledkiisa iyo dhaqankiisa iyo curfiga caada aad qooraansatay waxaa kuu soo bixi qaabka ugu sahlan ee ninkaani loola xaajoon karo taasna waynu soo marnay wakii nabigu ku yihi mucaad bnu jabal innaka ta'ti qawman ahla kitaab aw min ahli lkitaab falyakun wakii nabigu u sheegay yidhi diyaargarow mushrikiin iyo wathaniyiin baa dhex joogtay way islaameen muslimiin baad hadda dhex joogta waxaadna aagi doontaa niman ahlu shubahaad ah ahlu kitaab ah oo indhaha taagahaya oon carabti hore ahayn oo kula doodi kara oo fooda ku gelin kare ka diyaargarow col hortii hubbaa la yeeshaay qaciidadaasi qaciidii shanaad bay ahayd afraad cafwan qaciidii afraad waxay ahayd in ducaad waana meelaha u daran lagu khaldamo ninka daaciga ama faqiiha ama caalimka ama sheekha ummadda hormuudka u ah waa in uusan ku khaldamin danta islaamka ama xukumki diineed iyo muraadka sharciga ahaa wadiiqa loo maray haddii lagu gaadhay taa macnaheedu ma aha wadadii loo maray inay saxanta algaayatu laa tubaril wasiila bal waxaa shardi ah wasiiladu inay mashruuco tahay maqsuudkana uu nabiil yahay xamiid yahay wadada aad u marayso shaygan wanaagsan eed ku hirgelinaysa cadaaladda eed ku hirgelinayso runta in la sheego eed ku hirgelin in laysu naxariisto eed ku hirgelin amni iyo in la helo degganaansho iyo kala dambeyn la helo wadada aad u maraysa waa inay tahay wadda sharcigu ogol yahay ujeedadadu waa inay fiican tahay jidkaad qaadeena uu sharci yahay inaadan dhihin baa la doonayaa maxaa yeelay dowla heblo waa dowlad fiican maxaa yeelay nabad bay keentay nabad maxay ku keentay jooqkii dhahba in la dilay ku keentay matalan ruuxii soo firibay indhaha kala baxday ku keentay ma saxnaanaysaa abadan xusuul maqsuud sharciyi bibacd alwasaa'ili laa yastalzimu almashruuciya qaacidada ahayd bal laabudda min nubli maqsidi wa sharciyat alwasiila wa inaga soo maray fa ina alghaayata laa tubar alwasiila qawaacidda marka fadhigeenan aan u soo dogo weli tilmaamihii kuu wanaajin lahaa ama kuu kontarooli lahaa dacwadaada wacyigaadana kor u qaadi lahaa ama waad haysataa oo waa taqaanaa ee kuu tartiibin lahaa baan dul maraynaa shan qaacidoo muhiimad soo marteen laga rabo laydinka rabo inaad ku dhaqantaan ood hirgelisaan dalabatu lcilmi aad u badan tihiin macalimiin wada koofiyad weyn baan arkaa waa la badan yahay ummaddan markay idinkaa u maqan iyo inta ila midka ah idinla midka ah ama carab ha noqdeen ama cajam ha noqdeen nin walba marka mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisa iyo shaqaduu qabanayo waa inuu aqoon u leha daacadnimada kadib qaacidada lixaad ee marka aan ku bilaabayno waxayn leenahay daacigu waa inuu fahmo oo maskaxdiiyo maanka uu ku hayo ujeedada shareecada loo keenay shareecadan kitaabka qur-aanka uu asalka u yahay dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ay dabagelayso tafsiirna u tahay iyo caddayn iyo bayaan ujeedada loo soo dejiya loo keenay maxay tahay culamaa ulmuslimiin markay kitaabka rabbiga aayadiisii dabageleen axaadiidana ay kormeereen qaacido yar bay kuu sheegeen oo fahamkay kitaabka rabbiga ka fahmeen ayaa sunnada nabiga waxay yidhaahdeen alqasdu min wadci shariica alislaamiya wa ikhraaju nufuusi can ahwaa'iha xataa yakuuna annaasu cibaadan lilaahi ikhtiyaaran kamaa hum cibaaduhu idtiraara erigaasi waa maxay af soomaaligiisu waxaa weeye shareecada waxa loo soo dejiyey ee kitaabka qur-aanka loo keenay ee nebi maxamed labaatan iyo saddex sano diinkii idinku yeedhayey waddadaana uu nabigu ku tegay ummadduna ay ku dabagashay waxaa weeye addoommada bini aadamka in laga saaro oo hoggaansanka naftooday u hoggaansamayaan oo addoommuhu laga dhigo addoomme ilaahay rabban oo ogol ayagoo dooranaya sida ayada ah maadaama horaan bay ahaayeen addoomme ilaahay idtiraaran qasab walahu aslama man fi samaawaati waalardi tawcan wa karha
dhamaanteen marka la yiraahdo ilaahay maamulkiisa iyo qudradiisa iyo rabbinimiisa la eego addoommaan nahay in kullu man fi samaawaati wal ardi ila aati araxmaani cabda cubuudiyada maxay tahay waa tii ahayd alcubuudiya aliddiraariya alqahariya ama gaal madaxa taaga iska dhig ama fircoon oo kala noqo ama addoon saalixo nabi maxamed oo kala noqee addoommaynu nahay maamulka rabbi baa ina maraya ama aan doorana ama aan diidna dirqi baa inagu maraya leanna waana la leeyahay mamluukiin baana addoommaan nahay shareecada marka waxaa loo soo dejiyo loo keenay addoonku in uu ka xoroobo gumaysiga naftiisu ay gumaysanayso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hoggaansamo oo uu noqdo addoon rabbigii ku qancasan oo rabbigii jecel oo naftiisii ka xoroobi ilaa naftu way ku addoonsani almaqsuudu alqasdu min wadci shariicati wa ikhraaju nufuusi can ahwaa'iha xata yakuuna annaasu cibaadan lilaahi ikhtiyaaran kamaa hum cibaaduhu idtiraara intaasaa shareecada loo keenay ninka daaciga markay ummadda u yeedhay ee diinka ugu baaqay waxaa la doonayaa maqsadka iyo ujeedada shareecada ee kulliga inuu ilaaliyo laba dariiqa hadduu helo oo midna ummadda diinka ugu yeedhaya midna ta kaleba ugu yeedhi karo ta u sahlan ee addoommada addoommaa rabbi ka dhigaysa ee maqsuudka shareecadu ugu dhow buu dooranaya had iyo koor ujeedadaasi kulliga qaacidada kulliyada maqsidka sharciga waa in daacigu uu ilaaliyo waa in macallimku ilaaliyo waa in khatiibku uu ilaaliyo waa in axad walba uu muslima oo xilsaaran yahay hawsha u dhowra laga doonaya ya ayuha annaasu ya ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuطuwaati shayطaan waa in nafta aad ka xorowdo shaydaan aad ka xorowdo dabagalkeeda ooda rabbi subxaanahu wa tacaala meeshuu kugu talagalay aad aado waana hadaa siraati mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subla fatafaraa bikum can sabiili aayadaha qur-aanka macnaha ku yimid aad bay u badan yihiin qasadkaasi iyo qaacidada had iyo goor wanaad ku dul wareegto fatawooyinka khaldan in xilaalka khuluqiga ama caqadiga ah gebidhacu wuxuu ka yimaadaa marka aad ka ilduufto ujeedadii diinkan loo keenay adigu aad daaci u noqotay ummadda xabadkaad u garacday waa maxay waa inaad ummaddan soo dabaasho alla u soo dabaasho diinka ku soo celiso ka xoraysa naftooda iyo shaydaan addoommo ilaahay rabbanna ay noqdaan ayaa loogu talagalay haddaad horbooda ka war horboodku waa diinta shaytaan iyo ibliis waxaa hadda yurub galbeed ka socda waad maqlaysaa hadda baasha meeshay maraysaa hadda waad maqashay hadda waxay maraysaa nin weyn oo laba konton jir oo hiiradu halkaa joogto inuu yidhahdo waxaan dareemayaa naftida ii sheegaysa weli inaan aqaan gaadhin ree yurub bay marayaan hadda ingiriiska iyo yurub baa halkaas maraysa marka waa in lagu ixtiraamo lagu qadariy aniga dareenkayga waxaan dareemayaa weli inaan aqaan gaadhin meeqaa jirtaa goormaa dhalatay 1970 meeqaa jirta konton iyo meeqa wey konton iyo saddex jir ama laba jir waxay marayaan inay yidhaahdaan iyagoo lixda lixaad qaba ay yidhaahdaan waxaan dareemaynaa inaan aan nahay handhikaab xuriyaan jiis calaan baan dareemaya ama macduur afkii reegaaris macduur bay dhahaan ninkaa saa loo socotaa macduur anagu waxaan u naqaanaa gabdhaha dhiiggu ku dhacay regaarisna macduur waxay u yaqaanaan ninka cago cagaha le ee lixda lixaad u dhammaystirayna ama aan jiis ka dhahno ama aan dhahno inagu curyaan ka dhahno waa inaad soomaaliya kala fahanto gabdhihii soomaaliya ka soo qaxay diinka baranhaya iyo macalimiintii regaarisa 91 isku rafaadeen cashri ka soo bax macalin macduur baan ahay maxaa macduur kaa dhiga waagi lixda lixaad bad qabtaay almuhim waxay marayaan inay yidhaahdaan nin weynoo lixdan jiro lixdii lixaad ilaah u dhammaystiray waxaan naftayda ka dareemayaa inaan ahay macduur ama aanahay curyaan oona dhammaystiray waxaa leeyahay ha lagu ixtiraamo qolyaha waxay dhahaan waxaan dareemaynaa inaanan u qalmin bani aadan maxaa ey baan rabayaan noqona ey wah waa lagu ixtiraamaya midba wuxuu dhahay igu yaaleen hawlihii raggii waxaan dareemayaa inaan bilcaan ku fiicnahay waa in lii tixgeliyey waa loo tixgelinayay
وحوام حي أهواء النفوس نفتي بقى دون صدي شيطان بقى دون صدي مقصد كشارع هذا اللي قال لي أحدي محاشر على الله كأنه كتب تلوز الدجيجي آدمها إلا جحر أيه إنه أدون النقطة نفتي سيا شيطان إلهي يا أبو رينا وأدون ربه النقطة مقصد كامرك وليين يا الله جاي الطوفين هذا الكشاطب وحاكم إذا قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها مركل وحولية هاي إن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله مرصد حد وحولية الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله كما هو عبدا كما هو عبد لله اضطرارا إذن علوم الدم بقضية ذكاها الله قاعدة الضباط إيه رعلا وحاوي وحن أسلفها أني إن آمنتان ودعوغاتان إذا كده دكتوات تقانين لكن ده كوكالا قادان محلو كان شرائع ده محلو كان آدموه إن النقضان أضوم إلهي كان حروبان نفي الشيطان هذا الطريق والبؤ الدريان تئن آدمها وأضومين الشيطان ينف وين تكدكتو وين تكهر تماد وما بهند آية القرآن اللي أدرجته مركا أيضا لأنه هو مقصد كلئه وشرائع الرنب إليهن قارها شرع عليهم وروح عن هبل وآد وضو الضو ماذا وكبر بكوكينية نحرز در كوكينية حد قدو بكوكينية إن بنا آدم ماذا يكبحان بكينيسا وروح عن شوشي بالليلة آيات كان آيات وما بهند وواحد تلوسو دجيبا بنا آدم كو حال الروائين إله اللي قول حليه لما ربوه إلا هر أرضو إذا لهر بوده إلا أي نفط وضي أي أدوان سطو شيطان وكبقلي قاعدة صدق تطوبات وحين أسلفه من الشريعة محل إلا هذا هذا وحين نصوني دي شريعة محل لو سدج شريعة محل تاي شريعة ذو مركة تعريف قود يقيحد قود لقب بحين أيو أما إلهي سبحانه وتعالى سدج وشريعة السماوية هالنقطة أما مدي آدم ربتين هالنقطة وإن بن آدم كالوتش وضعي قادر قول لي إذا وحن وبناية هاي وحن واتسامين كرتا يا مسامين كرت شريعة وإن لود شيء منهج يا قانون كورونا يا وحن واتسامين كرتا وحن مسامين كرت قال هذا هذا كيد شتين وام حي وحبي سمي سنيان وحلي وحن أنا سمي ورايت حق بنقول له حقي وأنا حقي حق أمليه وأقول له هاي وحن حق بدول هذا أمليهيد وثمان كرتا إما ثمان كرت ماشى وحل لققته وحل إذا ده شريعه شريعة هو أنت الشريعة ومنهج كأي طريقة ده وحنا كوف الصحية وحنا كوديدية منعي إذنوي ومنعي إذني سما إما ثمان كرت وثمان كرتا إما ثمان كرت أولود شيء سجود أيضا حسان يا عبد نوريو أبو محمد منا اللي يجيني إذن وحى لما سمين كرا وحى والله سمين كرا قال هذا مركة قوانين دساتير بيود جستان يقول ليهن إلهينا سبحانه وتعالى على ألسنة الرسول هبو شرع إذا كود جيا كونا كينا شريعة هذا مركة وإنتاس علوه حليه معنى الشريعة وحاوي أنها تحد للمكلفين وعبارة الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات يعتصامك إن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته الشريعة إن الشريعة إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون وإنت إن وذا دو كره فاضان شريعة محل هذا تقنين محل هذا تشريع لما بانه آدمه سيدو ذو مركب ميلس ومدن آدمه ابن آدم هو اجتماعي ومدني بالطبع بالي هذا روح آدمها كلي منه ولا أنكره بلشئي وهل بأبهاي هاي بلشئي وهل مركا لها لنا آدم هو اسكدعي وحادي أقولق من بانين كان لقلو عن لابد إنه وحيد لقم بلشئي ودن بايديد إياه اسكدع با إيمان أيه وإن له حير يقانون كالهاق أمد حير كاي يقانون كأمد كالهاق يادي الله لقا قاتنا وامحي وشريعة الرحمن هدي إلهي غير كي لقى قاطا نظام كأي حير كآدمها كلهاجة هي إلهي غير كي لقى قاطا نوام حي الشريعة الشيطان وإن تام وحكى لبها كم مشغول وردت كان بلشدا ماشي إسكوكو تمد إتوريدا دقن محال لقو معمولا إياه محال لقو كلهاجي هدي إسكو دعضو هدي إسقبطو هدي إسقرسانيسو هدي وحكى لقاران
محال غم مولية ما وحى أيضا لقوم من ودقيد رميجا ما ملو جروك ولا وحى لقوم منا ريبل ريبل محاو حيرة ما وحى أيضا لقوم من بالغو دقي مس إلهي وحي والربي بالغو دقهاية إرادة الرحمن هديش قيسو شريعة الرحمن وي إرادة غيرهم من الخلائق هدي لغو دقمنا وشريعة الشيطان والأبالسة معنى الشريعة وأنت ومعي حشات بكل ما لفظ إديس وقوري شريعة معنى ذو حاوي وحيكو حدين أو يكو سيرين فالك الثمين لهي ويردت كو هذي لهي تنلقوه قاين تلقوه قل لي هاي وحد آمين يوحد أن آمينين وحد لقايلي وحد لقايلي بمعنى شريعة وحي حكومة إسابة كيري إنما جاءت لتحكم على المكلفين على الفاعلين عفوا من جهة ما هم فاعلون فلسفة شرع الله وإنت أذمها الله أبو كل جوا وأعيانتيس فلك أي لا إيمان يان يوحى كرد عاي يوحى كو أقدامنا يوحى السماين يان بشرع الله كهليسا ويكسوجي مالك التلاوة قاد وحى كل التلاوة قاد يا كويل هل كلوك تم حاضر دكتي شرع الله ذي قد دقاق قاد يا فلك هذا يدبتها جنت هاي واسيت ذي الدبر ككدبتها جن يوح حنا كات دبراي يوح وانا كنا كوف الصحاي حولهم مال بالغو دبر من الله والجوسي والجوسي الجوسي دايا من الله والجع عليا نك حولها رقم حوصمية حق أسول لي حين حق كدوي ضنت يا ذوك شقيني قال لي خالقك أبو ري أنت كلك يسي أنت النعمة يا بالك قلي وح كلي جاي وحقك مصمة كم وحقك سن جاي كم وحقك حياي شريعة مركو حي مامو ليس أي حدود السماين إسا أي كلا ففاهين أي كلا أجازمي إن جفل كنا شريعة وأنت كان هذا محاك له جاء ألا بيجو السمايستة وشريعة الشيطان مسلمين ترى محاك له جاء شريعة الرحمن وأنت برشم مال كنوا أنت يدون هلا كاتي وحي لو حكم الهابا شرع الليل هذا وحي لو رق الهابا الليل هذا هذا كير ربي يقول نقول رغضنا خير هذا كوكا نقول رغضه هذا مشهد آخر آدي إذن شريعة معنى ذو وإنت قرآن كن وإنوش يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه زما هاي وحو البيس كم من رافا عضيسا القرآن كله سودك وحو البيس كم من رافا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وحوالبو عضينا يا حكوميا ومن البيان الحكم ومن البيان المنع والإذن وحوالبو شريعة عضينا وحي كتكتي مجيرو أضاد مغشنين كل شريعة قيبا إيسا عضينا أما إيسا حكومين باترتا وحاتر الزنديق باتاين كسيدايير عالم بقى سيغيت مسلم متي يده لأنه شرق دين تبالك شكين إيسا آيات ضد معيدا نتيري ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء ركزك إلى لي وهدى ورحمة للمسلمين وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الشريعة وإنت وحيخوصوا شيء قاعدة كصاب سن إن أدفانتو وذاذو معالنو أرضيو وحرو وشيخو نبضون يبلا بعضو إيه شريعة محلو كيني ما هذا الجرادة شريعة محلو زدتي إن آدمها أي كحو ريسو أضون لماذا النفط ضي الشيطان كون حلو الله سبحانه وتعالى شرعي ما هذا وحير كما مله فللك آدمها من تامي كاردم شريعة ومحي وحير كأي قانون كأي لغة قاسمه آدم وحو السمي وحو آمني وحو كو أقدامني وحو كو هالي أي شريعة الليل هذا داعون أساسيات كفانسية وحنو تركيزنا إن قسم الشرائع وماشي آفذ كتمد يقون درد كتمد إنك الضبان داعيقا رقب دونه كمدا يفهم لا إيهين هذه حلك مقاصد الشريعة ورم بقاد اللوده وهو لا فروع أتكون مشقوش ومشكلة كلو ومشكلة كلو قاعدة سديدات
shariicadii sidaa ahayd ee labada qaacida kaaga sheegay masaa'ishoodu iyo axkaamtidu waa laba qaybood. xukum walbo ilaahay uu dejiyo iyo xukum walbo shariicadeena ku jira iyo masale kastoo sharciyana dhex yaala laba maslaxa xambaarsan tahay xikma juz'iya iyo xikma kulliya la yidhaahdaa. ما من مسألة حكم مجرو هي مسألة مجرتو شريعة أن كل احتمد أن وذنين مصلحة جونية هي مصلحة جودة ومضوع دحيسة مصلحة الجونية ده وحول حكم قلبه حكم وطاع إلهي وحول هداد استشان ولا سكوا حد قد بوكس لسود له قصاص بايدين جديي قصاص توام حي حكمة خاص كوجر توام حي جزء جا وإن نبط له ولكم في القصاص حياة نبط أمني دقانا شو حاصلوني بالإهلي والله كلا النصاني وحكمة جزئية وحكم كقصاص طوطة حكمة يا مصلحة كلينا وجرتا يو حكم كنو حالوشي دي آدمه إن حير لودشي أي كل رقمان وجعل المكلفين تحت قانون معين وضع المكلفين تحت قانون معين حكمك مكاد فليس محدو فليس قصاصنا مركز يلي محدو يليس ألا وين أكو أمري حكمك إلهي وي حير كيسي شرعي كيسي وي أدونكو يا آدم هو نصن لقطة فرن أوصا هذا كردعين وبلايك ليس أقعن هذا يا الله دبرها يا والله سيتين يا حكم كان يا قالب كان بالله دحق لي حكمنا هو تاون نور الله يا أمني يقبد بلا مركز حكم كستو شريعته أي لتمت إيه مسألة كذا وحي حنبارسنت هاي حكمة جزئية وحكمة كلية كلية دوام هاي قالوا لو داي قفور داف وين سنقولن كان تافورا ما وين أديك لو حكمي ولو ليلية ولو عربينية دبوا على قصارة هي وحلو ولا يصير هن كم بحكرت حيران حريد أود وينو كله إيه محبيس ضد كل سوق فاله حوق اللغة دقيو أسكرت الجرين شري أو كلا الجوجل ليا لكن هذه قدن تدل الجوجل ليا دن خاص أنا وكجرتا ومصلحة دينية ده متجود نوي كجرتا هذا الكاس نقل مسألة أيضا علماء أمريكا كانوا حيدا أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته مد جزء فما يعرب عنها الدليل كل حكم وحكمته يعني الدليل كستا حكمته تلمامية مصلحة كفرته تلمامية إن ده الله بقى اللي ده أنت كنت محيط واتقرن كرتان إن ده الله بقى عورات كه إجري على يجي مصلحة كجرتوا محي إذا بعد يلان أن شو حمدت كتجي أخيار بعض نقول دم بقات كبت بادي إيش أكوب بت بادي والقول ربي على محرمات كي عورات كلا فيريه حكمة الجودة وجدت نواب معي أضون كونه النقطة أضون هو جانك يليا حركها ضافين ضبركها كبودن إيش هذا إذا بقيل ضم واحد كقذان إزا فريسو إيه كعبة ديا شيء ما ملك بادية ليزا قانون كشرع قال لقول أحد دقي لقول حكم أي لقول قاضي لنواب معي دن خاص وهذا كوجر تو إسلامي ما كوجر تينا دش اللفت وأما الكلية طب ورفاهية أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع التصرفات اعتقادا وقولا وعملا فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع ونص الشاطبي في الموافقات وإن التأفهد مسألة كستاء دينتنا كمذا آتشد هذا دن خاسا كجرت أضو ما الله فريو كجرت دن قونا وين كجرت أين لا إلاليو وهو جانسن كي جودة للله جانسمي وحين نصلص ومرري وشدة اللوس ودجي الشرائع دون أن نفهنه وحين نصلص ومرري وح الشريعة الله جوده وحين نودن بيسي مسائش الشريعة دون وحكا كوبن تاي لبا قيبوت مستلك استو الشريعة دون نكمل ده وحي حنبارسة تان وشدة لبا حكم مد جودي مد قرانيت انت وين نصلفه عني محايا لي الله سبحان قادر أو عالم أو علام أو حكيم أي دجي الدين كان ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم
أضمن الله إسكاله أسقى أبوري وحي قصة ما بوسود شيء إلى أدون كل جهر جن الغم ما مولها وحق قرصون ربي مشر ما أنت هلا بدلو هلا بدلو وحي أو حسن دشيوي وحي هلا بدلو واسع واي شان صنع يكون دقنه بل هذانا هلا قط الشذو وهؤلاء آدمه أيه وطرد لكن علام الغيوب وأضمن إسكاله حكم كيس ولا ما بدلوه قاعد قصة عذاه وحي مرك التغير او قالوا وجزئيات يرير او حكم هي علل الخاصه او خضوعيه باختلافها بون اسبدل كان مرك ايضا وان صومر مرك الشريعه حق وصائش هذا شروط بينه وان صومر شيء والب مرك ابان اما ديده كسو كردو قانون بينو جلينينا شريعه انو شيكت علماء انو شيكن افا شرط بوا هبينكي او ريسي ان كسو هذا لي بان شروط سو شيكن قاعده سغالات حفظ الدين ومقدم على حفظ كل شيء إجماعا إن دينك الله إلى علي أولا دورة أسأل الله سوچيه أولا سأل جرنه أولا إلى شن وحوال بكهرية مركا أمد دانتيت كهال ليسو أما مصلحة هذا قيمي ليسو أما أضوح أصمين أيضا عليه الضنبي أطاي وإن الدينك هذا مركا هو رتح قليسو أو ترى شيء عن دين تدان مويا هم سوء معها إسلام نمضوا ذي محو يليا محو أطريا محو أرد ما يوانا ترى حفظ الدين ومقدم على كل شيء إجماعا مسألة خلافية ما نفط مالك عقلك نسلك عرضك وحول بوحل غهر مرنا يا دين تين لدور محايا يلي محايا كتمد وحايا كتمد أدونك بوحل غوكين الدين كأنا كل قنطو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبأجدد اللقوء أبو ريبة أجدد اللقوء أبو ريبة إلا إلى لي أيا وحوى البكا قيمة بدون كهر إله عند الله وعند رسوله وعند المسلمين شيء والبوم مصلحة آخر إلى لنا أيا أيا الله كهر مريد مدى الدنيا هذه ودسعون ويا لكن أصل وإن الله يسلوه مصالح ذا الدنك يمد الدين تون وصلت جان قاضان محايا إلي دينك أنا وحاسودك اللي دينك وحاسودك اللي الدنيا أبوري من ربي سكوري من مهيان عقلك الصريحة وحيك الصحيحة كموري مادو الرمها آخر مدي ذان كمان هو ريمادان هو لها الدنيا لكن هذي مسكح له فندوده مسألة جابنا آن نقطه مسألة مسارتنا أي كاف بيشو وحلقة يابا إن أتكلم عن عيسو أرين كان دين توقف عين لكن دنيا ذا وباب بينا يا كان دنيا الدنيا توقف عين لكن دين تكوب بابايس أبدا هذا مركا عقلي هذا فوندا هذا حنوسن هذا وبين اللي قداوي معايير إنكم مكو خمرة عبو سنكي سالي كذا شن متر لباطن متر أدون سوق قارن بيقال لي حكولي معايير الدرين كيسي يمسكح يوضن با يا صباينيس نين سرقان صورو مركا والان وهو دي سي شهو دي سي كرسي كي سوء خريبا اسكوهر كينا الدنيا دي آخرة دا ام الدين تي الدنيا دا لكن مركا ارتو صحان تهاي وحاوي اللي ميرقبه الدنيا دي آخرة با الله اسكاله لابدوا بأ الله إسكاله سو قرآن كذي مشي أمضنا الله إسكاله وحينا الله إسكاله اسم الديدة يعني سووا الشقين لها الله أقول تلقى لي ونا يقانا ونا نوشي ونا عدي لكن مركنا نقول فندون وحكى صلت قرار عنيس نك دمدو أيها يسو شاه معان بحول النقطة خرار دعر بول النقطة إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق بالي النبي الله كتاب القرآن كان كوكو سود الجنة ينو سود الجنة ضد كان ضد كان دنيا ذي لها الله بابي ميل ما دين يا الله ضدكم ضد كل عيارة هاي أو واحد أنجر وشيء هاي فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنت عليهم بوكيل هذيك مسؤول كمتي هدي يعني لو ما هيستوحي سمياني وحد مسؤول كتاين الدين كوعد يسو وأنا مسألة إن بدنا كخل دمان دعادو أدس كذا إلى لي أذوله ضد كان هدي محض هيسا هذه كتاب القرآن قالوا رقمه وإلهي كتاب كسر لا تحق ليه وأصدقها لو كلبحه ومسكها نلوص وصاره وحكى أنا لقد دايو هدي سه دان يلا والله سبب إنه قاتش الله رضمانه جمعية القرآن كذا هيسا هل كان نقول دقيه
مجلس الأمن با وحي سلك على بحي أو وحوي قوله الدرس كابا بس كسر دقائق ونقف التبلازي أمضى محاضوها يسا أمضى محاضوها يسا أنك وذا دوا كجواب ويني وركبت فانتي هاش على وانقاضينا سيد محاكمته وكله محاكمته واجي ويقاطع دواكيل وكله تجي محاضو مضوا هيسا ومضم حاضو هيسا ذيك هول قوتها لماها نين محل محلويلي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا إسكا إلى ليا لو ما درس إن هذه هوشة يقدر يقدر صدي وحلوصد دري أمانة ذنب ومضى سيه فنو قارسي هكذا تنازل مبدا الى شو ضيقاتان خير هدي ديدان الله لا حساب طبيعي ابو واحد اوده وناغا يا اوده يا حوق يا حيلد اسكو جي وخي كسو هاري ومضى مخدو هيسان قال لي ابو راو هي حلكيده وا كا قاطو ما هي كفايدي ديمقراطيه تجابين لح كنتن كيلا هدا وخبا كيني وي شعيه تجاب وي كفشل مي قبيالات بيتجابيين نيتون كي ايبر بس كغا دغيت وحو واك كيري وايه هدا يديب رما انه يكون نقدا مر بان كالي دونا او شاء الله سبحانه وتعالى تابن دونا لك ما لانه حاجوين زود دون تبع كجرا ودها الله مر كان دغيست كد حاجوين اني سو راتسدي حاجه سو دونا تسان يي لواد غرنيس لكن هذا ما خلي هذا الله يغسل إذنكو وحال إذن كربا وروحات ورثة الأنبياء باتي نبي محمد علومدي تروان وقال نحلكي سباتي نبي أنت الله صدري أمد وجود بيا وإن كادوا لا يفتنونك عين الذي أوحينا إليه وحذرهم أن يفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليه نبي قال له الدقاية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن أضو أنا مهيئة بنا مصافل بنا وعسير ذبرت وما دم حضوا هيسا أرد جعد قروح زئات بالي هذا أتكتب سنجرتين ورلقو ما درنا أضو وح هذا هيسا الدنيا ما دم حكسي حلك هذا هيسا الدينين نطاع أضو نقو أنا الشيء وأنت أضيق حلك هذا حلك الله كسر أضيق جدو ومضوي صومالي وكبر بطلوكلة تجي دولة ينكجر ما غصن ها ما ينتي إلى الله بكوني لحدي وأقول إذا بيهم كده هو قرعي عبد الله يوسف ما غاي ما غصن هو لحية طمنصر لحية طمنصر الصومالي وان نول نول في عم بيكون نول أي وان رقنا أي دين تبى الله برتيبة قبل يبقى نوح جابتي كتابك ربي يبقى اللي حفظي يبقى guriya la dhisanaya dadku waa dhaqana reemiyigu dawladna uma jirto waa dhaqan yihiin waxaan isku qufushayna beenta ah iska ilaaliya idan waxa weeye ummada waa inaad diinkeeda wax walba ka hormariso qaacidadaasi waa qaacidii sagaalad haddii la badan in nuqul far badan baan meesha ku soo guriyay laakiin hadda waqtigu maadaama uu yar yahay waan ka tagayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam ummada diinkeeda si loo ilaaliyo wuxuu qaayo u gaaray oo saxaabada ku yiri wa in istu'mila alaykum abdun habashiyun mujaddad al atraf aswad fasma'u lahu wa ati'u ma aqama fiikum kitab allah wa mesh u dambaysay quraash iyo arab lala gaaray way adoon dhaga gurguran oo madow oo habashi ah hadii la idinka dhiga amir u hoggaansama haduu idin hoggaaminayo كتابك الله إلهي أم حلو شيء قايا والله أنقابي وفلح يهي ومذو يهي وتمقون يو وربار يو سنقدود يو وسنبقى في هولا هاسي إلهي أكتيس قيمة كمالها أدونك حكو قيمي سي وحو آمن سي هاي إلهي أدوميس وأسميهين متك فوشحنا الله أبو ريك قرحصنا الله أبو ري لا أنقابك ألا سمي الله ديرانا الله أبو ري كل الله أكتبه كسميه لكن بن آدم كو قيمين تضرب رسولك الدين ما هو حقوق قيمة إذا
وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. في رواية يقودكم بكتاب الله. مهمد وحفظ الدين كتاب رب وإنه التليه كتاب رب يهدي اللوايي نظام يان لواين سحما وحقبه مسلمنا مجرو. أوصاف الدولة الإسلامية وصف ذات أجرة الوصف الذاتي هدي اللوايي شيء مجرو وصف الذاتي اللي يدوام حي واتلمان شيء حقيقي سكتر سن أذيك ابن آدم نقها تيمحاك كميرة تلمامها الذاتي هدي اللوايي أذن شرين وحاتر وحنا الروح بن آدنون أن عبسنين أو أن قاتشونين أو وحونين أو سحرون أو كاتشينين وحالي روح بن آدن ميه ملايك بطاركتان قلدي ملك وي إن هذا إلا ملك كريم لأنه وحات كسرت الروح هاسي تلمانتي بن آدم يا بشر لقون نقول لها شيء هدو وصف ذاتك متشريه الدول الإسلامية النظام الإسلامي وحو ودنتا إنه تليه كتابك الرب يسمى تليسه مشروعية شرعية وحنك قضينا شيء عن كتابك الرب يجي ملقوم مع ملا الدولة عن كتابك مكتليسا مكتلي أمسك مكتليه هادو كتليه والدولة الإسلامية نينك فرشو جونا وحاكم إسلامي هادو سنكتلي نمتشره وهم حنويا إلهي وحولي الرسول كيسي يوم دوك إجماعي وإلا الدميه واجب وإلا الدمي ما بقى إنه لسناه محي إلي محطة مثلا أوضاع للشريعة ديات بدشين بقى وقلب للأمور شريعة الله ورمى لسكوه قال يكتاب قال لي إلالي نظام قال لي إلالي ودين ترى قلبات من قد الله يقوى وين إيبان نهي يعريانا نهي وركو دوي مركل النبي والصحابة وحكوا إذا أعجزتم إن بعثت فيكم رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمض لأمري نبو نبي أمير وقد صحابة دور بحي فريم النبي وفريب وقيب كم إذا فلون واي مركز يقول أمير كسر دكتور إذا نبي حفانسين هيا وار إمارة يدور دوا وسيلة وتشددون وإن شرع الله إلى الله دوره سيد كان قط هذا نن أمير إذا كان دقي وتلوين كي وفلون واي انت العزيشان وتبوس كره حدا كقادان وذات كلام حدو على مساري وذنب نبوله عليه الصلاة والسلام عبد النور هذا دوبي هذا ومل بنجاري هبل ودك ساد سيتوش نينك ساد هذا دوق قاموا محطمين زان مع عبد النور بتوه إذا مس شركة تقول إذا وطور إذا كوكلات قل لي زان نينك أجدد الله على المضي فلون واي إيه وعلاب علاب وي عليس بن واي وطورنا كو هوش فليا لكيني نبي تيبو شيغيا أعجزتم إذ بعثت فيكم رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري إشارات من نبي أسي صحابه إن وصائلك أن لغو خلد مقاصد مثلا هذا مثلا إجماعي ويكو حبكا نقول معي وحنسو قد بيا إمارة إسلامية نينك داعيقا وين وقتك بهي نينك داعيقا النظام إسلامي استاجين تيسا إسلامي استيت إلا هلو وضرورة دينية وحكم شرعي وقطعي خلاف ما أقبله إنكراد سوى لغو قالوبي ضيعت الله ضيعنا ولقوا النار مضاني وأنو آمنوا جماعة دعوية أنا وسياسية مي بانوي جماعة طوحانا يا الدعوة دقوا حق السبسة هولها أنا أبي حماية بان كلوي شرع الله خائمة هي ودقر الدينين إن نظام إسلامي الله يهيله والمسلمين تيشان مامل أيه maamulo hoosta oo kitaabka rabbiga uu taliyo ninka daaciga waa inuu maskaxda amaanka ku hayo ummadana gaarsiyo fariimihiisa uu ku daro sayidina Abu Bakar ba kula sidaa yiri Umar ba yiri Uthman ba yiri Ali ba yiri saxaabo dhan ba tiri kitaabka rabbiga ba ka hadlay sunnada ka hadashay wa ijma'ul muslimin waxaan fasaad wadaan dhan ba hadii nidaam islaam ah leeyahay ida baad yaan leysa قبل أحمد سيده إذا أبو بكر وحكوتري دين كان معانا وناكسن حلو سيدنا أبو الخليفة كأها انتين نوسو تشير هيا
عقولي أنت ما ملكين الشريعة كل رقم هاي. سيدنا عمر بن لويد يسوع سوى حجي أول ليلي وأنا جان كورن وأنا جان محيدين شرهايا أنت ما الحين إنه إيه هجاك سنت هاي كتاب ربي كل رقم يسوع. علي بايلي ماذا هذا وحلو سما يدين كينا إلى عليان أمضنا دوران ويدين كقصو الدبالة. لكن ماذا أدون كما أن الله مجا عاب وحاول كوا الله صو الله مجا عاب إن الدين كنا جزاران ورقم كنا كتنتان أم أي خيرات كان نجد باتولان واحد دونان كسميا شغل لكم الله قضايات كامر كان نجد داعي وينو تركيزيو وايبن ودي تشري إصلاحنا ودي تشرين أخوانك ودي تشري اعتصامك ودي تشرين تبلغ ولا يو شغل بكم الله حسابك لا لما قارن بيو كليه حزب التحرير باود الشري هذا هو اللي قد علي هذه فرحة قادة نيل الدستور ك نويا لو برلمان كان نود الشنيء وعلب ونود وسنيا عقوا هي يجعل ملح وين المجاهد الكبير وهذه اعتصام يقول أنا سيدا مصبحي المجاهد الكبير هاي المجاهد الكبير مكم ما أنت قيس بابيين محاط غبته وحاط ثمين لذن برا وإن سوق هيا حاجوين بيسود دونم دونه وركا إنا دفانتين بنو ملينية نينك الداعقة نينك معلمك نينك مضى وحبرية نظام إسلامية إن له له ديني هاي ضرورة بشرية مسألة شرعية قطعية ويا ونو مضى أشيغو كان هاول قالو محا إسلامك استيد أدي دنتين جوش استيد باب تشريه فاتيكان استيد باب تشريه محا إذن كدو لك إذن كدقا مضميراتي فكرة داسي دينيد وإنا تهورت آمنتان ومدن وشيكتان طبرت دا لها نقرسي شيكم قرما تهورت أدراتتا مركز أكتينو كان مغيا وحاول مدى القرآن بريسان أما الدعوة أدوادان أما الددال أدوادان وبل عن باعوري هل بعال لغول لسي حقا تريتان كينا تاريخي يا آياتين كينا مستقبلي ما كلا فيري انت ان هذا القرآن كآخرة دين شو ما دي كرتان وضعان مسيسا شو ما دي كرتان ها دي لدي يجاد ونظام الهوس شوكتان يدولة الكوه سنود تيين اما اسلام هشيغتا اما قال هشيغتا اي ترى عرض كسو قرآن مجرأي شبا دايسا معلومة مظاهرة إذا كنت من أتكلم مصيصة يقول ببير تسوى هذا هي حقيقة واسدة ما تبى زما أمد الدين كذا وحاء إلى لي النظام إسلامي أمد الدين كذا نبي محمد بقى إلى أود بنك إلى لي أود ربي يمد إلى هاي قليل سبحانه وتعالى واسقى نظام مدرسية سيدنا أبو بكر بأمد الدين كذا إلى لي وداد مال فريق محاضر ما إلى لين كرو معلم قرآن ما إلى لين كرو شيخ مفتي قاضي ما نظام سياسي تلو أقول له ملتري له عيدا له أي الدين كإلالني وأنا سيدا وقاتا يا إذا كم معلم بدا معلمين تي إسلي جو كلية سيدنا أبو بكر موسى هيسني عمر عثمان أوشا وقاتا أوشا وحاول إذا كم مقن كتبت وقو أخر ستان لكن إذن كجرت من مشروعنا دعوي أكو مجرت مدى قاعدة كي يطبنات وحوي الوسائل لا تراد لمقاصدها واعتبار الوسائل يسقط بسقوط المقاصد هل الله أكو خلد من أو حنكودنا وسائشو إسكي الله مرحبه أيقو أجيد دماءها قول دير بتصو قوستي روح أنا سبحانك فل حتى الحبك تاسم كسو قوسنية وشذي دوامح وحبك أشونا وسيلات هو قال إيش حبك توي أش مركع يوم إس كده بدور ربتين مصدق كلا كلاهي أش دير صو قوستي تصالة جابن هذا حبك تجار ودم حاط ثمين وثوري اللي محيق بن ويد وشذي ذي بحقيقة ويدي أول كدر باتراتن وثوي ذي تكلات كوكبي تحرك كل حي حدو إذن الوسائل لا تراد
إلا لمقاصدها وصائشه وحال لو ربا أو لو دنيا فلنت يا قبشة يكو قواني سدنت الله أيضا إسكيت لو مر ربا لو من الدوني صادرت هذه وسيلة هي أديق يوديقه قبل ما يدنت لجربي ويدعي اعتبار مالها هل قام حين قربنا علوم السنة حكوا إجماعين نظامك يمامك يمدح وينه ينتكوه سيشورنا وامحي ووسيلة هي أديق لو قلت لك علي شرع الرب جاي إني دقن جليان كردق مان هير جليان أنا كان نقص الضباران هذا ما هو إلى ليان هديسن دولدو الشريعة إلى اللي إنهم كردق مين كتاب الرب جاينا أيسن كهالين أسقون وسنتلين دولد معها وأوش داريد كو قالوا ذي حبكت عداد هاي كو قالوا ذي وأنا سيد وقعتان وي أفضل هذا مكمل حين نقص سوالفين تيجي داش أو بربرتي أو رفاضي أو سيس كو عيد سنة يسي حدودها تشيرني وحيس كربان مال أن مال لا يسكير تجوعان وحرع وسكير قبو وشها كعبان وكشها كيا كلي قرآن كان يكتب إيجابيا آخر انتيس وحكى له أمة قن يوحك شدك له إليه المجرى إسكو قال مرك الوصاي لا تراد إلا لمقاصدها فإذا سقط المقصد سقط اعتبار الوسيلة وقاعدة إجماعية في الأصول وفي الفقهيات صادرت أيوه حن لنا هاي قاعدة كلو دم يستري ساجرته وصائشي أما شروط اللوغ تلقى لي دم يستري مقاصد هذي هدي الكروي وايد عدا لكن مقصدكم مرة هاي وقاعدة وحورنا إذا تلو يطمن هذا متى تعذر الشر العلم بالشرط أو حصول لم يعتبر متى توقفت بعض المصالح الشرعية على شرط وتعذر تحصيله لم يعتبر كل تكملة فلها شرط هو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر إن هذه الفانتان مرة نكمل حوينها مسلم تصلى نسي شروط بالله شرط يا طبعا كله وحاشر دائنه مسلم يا ملحوينه وحاشر دائنه يا هاي بالغ بالغ قان قاعدة وحاشر دينو عقلي ليه هاي وحاشر دي اللبان وينو اللبية ديد من حنون نقن ماي وحاشر دي آئين وي هاي حر أدون لما أقلو وامرك هوش أي سعان تاي وحاشر دي عدالة وحاشر دي علمي مجتهد وينو يجتهد ليه هاي وحاشر دي سلامة الحواس والأعضاء حبنه سيني بيت قبان ودم يستريه سوى وهل جماعة ومضى وحقق بطو طليه إنس إنه عفوا كفاءة نفسية ليه يعني عقل بدن جيسية قراد ليه سوى مضى وقو طليه النوازل بائما حالات السلمية حرب بها اللقلي طلع له بايا وحاكمة شروطه إنه قرشي يعني وحانا ودن شروط محلو ديسي شروط داسي وحالوك كيناي إن ننك أغوانا أكسنا إيه كتابك ربي جاي كردق ملها أمتنا كردق لأينو سوى صارنو شروط داساس الله وطلق لي شروط النوع عاسق روح الله جهلو ويهي الروح أغوها بون أمتنا كتابك ربي كردقو كونو هقاميو كونو دبالو شروط قيبة كميدا هدي إنو وينو كتابك أوليه وإن كردق حقا نغو كردق يمحال السمي وفرصه ده ما شاء الله وعن هالليل نيلي كتاب قاتل لي قرش معها وفاسق عادل ما عدالت اقون مالها بدن ومجتهد ما لكن حقو يرو وهيستا وحرته كدح جوج لكن مجتهد ما لكن انت كلا لغهل ومسلم وعاقل وبالغ غنغاده وحر ضدنا الضوم بها النقض قرشي معها كفاءة بولي انت لا بدا كفاءة لكما تذكر ديك الوا بلاش قيس النمية عقلي الرأي حب ما ان دلاء عريان معها يحل ربهنا بنا آدم بالغه لكن حكمقا عدالتي اجتهادك قرشي النمية
كتاب كينا وحوله سيدي سنو فلليا ودا قوم مليده علماء يصوروا له مشتين ثم ضل عليه كانوا مشاركوا دوا ديار أيوه مسألة هاي شيء أنا فلن هاي وفاسق بات والخمرة أنا عسكر وقاضوا محكاة قالي هؤلاء هاي أنا عسكر وتي أمتكم قصب هاي كتاب قاتليه نيجا خمرة عب هلا كرباش وما كلي واركنا إكرباشة كتاب كربي يقفلي محايد كقالي فاسق جايف نيجا محنو كسبينين متى تعذر العلم بالشرط أو تعذر حصوله لم يعتبر بل وقاعده لا تعقل ما يعلينا ومبه هنا كتاب قاتلي مع الله صعدا مقصد كي أتشدده أنت اللي هيليه شروطا أن كان لقوم مشغول ما يواتنبه كسويري وإن استعمل عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله لكن مسلم هو شرط أن دعينه إنه إسلام يا مدعاي لأنه محايي محال لوكي نيبا إسلام إنه إلاليا لوكي نما قلبا إسلام إلالي اسمك ينيس ووسب الذاتعة مصعون يسوش وإن التوح كلفان تان شروطة لا أود واي أما لقى قاري واي لما اعتباريه وحين كودنا تسولي بدي سينية قبر دا مسلمات دا مركل لقورسنا مهيرين يوحى شرد أولي نرالي كيه ولي بال لواي وري وعلق ما هي اما اذا بلغ ما هي لكر محل سمي الولي واشط لصحه النكاح وسرقلي ولا تغا غود وحان لين هي اما قاضي اد اما محكم ميلها كسو قبس اولي ان شافعيه دار قرنيس حوله هذا مو مخي كوغو بنانادان حوله ادو انا لهين مخي كوغو بنانادان وان روح لها وقوف الصحب هذه بعد هالشيء نكلها اللواء وادي يا هذه السي مع الوصمي هذاك علي يقوب هاي شو يقول حلال شرط شرط الحل مال الغير معوها روحك لها انت ذي محيك كوبنا نان جرتي انه اصغر هاي لكي يكون فصح صومها ولا هو شرطي لكيروا مع الوصمي ولذاك نبي حور بادي ارق محوكيجي انما هي لك او لاخيك او للذئب ورم والك ابا وبحسن دونو هلي دو اسوغو راثناي بادي اسلام وا تدب اما اداي كو اهان دونتا نيفك بدباد هديك لي يي دروها اوغا تغي اذا هل استعمال عليه هو شرط ان الهير جلين كريم ما كاميدا التسميه نيفك لا عونا يي هليب كيسو وحا شرط ان بسنك لو قبت بسنك انه شرط يا ابن قيم وحو يري دور يتوان ديل بان وهايا ميل كلام كوفا فايبو دور يتوان ديل من كتاب الله ومسلم ورنتي افر يتوان ديل ابن تيمية كلمة هل ماليش ميل كوشي ومسألة محسومة اسكدا خلافيات كان نقش في عيدها ولها نسكت جوج ان عمدي يا هلمان كلا قاضي وباب كلي الدلة القرآنية والنبوية وحي تلمام إيسا نيف أمبيسن لو قبل إنه بختي هاي شرط إلى الله هلنا أول حقيقيانا نافك على المن نقضه إذن كن هذا وحال عنتان كوانا دحول كسو قضاء هل بكسو قضاء وأسكب شخصتان مقاحيها ينوفرا بشتات كوهيسان إن بسن لو قبتنا وراء ما هيسان في الأصول والأصل في الشروط عدم الحصول حتى نتحقق من حصولها شيء شرط وحا أصل إنه سنهرقل إلا أنه بصنه هرقل كيسنه هرقلي تسمية يا بسم الله إذا ما هي سان حرر والعنتاني كورما هيكو بنانات قاعدة وي الشرط متى تعذر العلم به أو تعذر تحصيله سقط اعتباره سقط اعتباره سداس وي إلا إذا هذا نافك استهل هذا من كان بسم الله وقف طيب مسمايا عليس باكوتشيرة وإذا ضاق الأمر اتسع وحان اسكا حنبارينا شيخ هبل ويه معلي هبل ويه اهي هو سو بسم الله اسكا حمل احوال الناس هي على الصلاح ادمها مسلمين تو حكو حنبارس او شيء هاجيه الى ضبطته هنا كتاجي دابا قال كيسيه شرطك حقيقي انتيس عسري عليس باكو تشيره رفادي عريري باكو تشيره
قاشن أوردم مانا إن بروتين الآن بقى نقول دعي اللي يبقى بروتين في عم بلا جهلا هي عانها وحول بق وحول بق عنتوين كلا جهلا عانها لا جهلا وان كان بروتين ك صدر رميو عادي عاني كنا ليين عانه هنا فيتامين كستا ين ديف كستور هاشي ما هكلا كوجت عانه كوجرا وحكم مقن كلي عانه هل شيء بروتين لا يداكم كوجرا عانه بروتين حاجة لا جهلا هيلب كي يجلي دي ألابتاس بالغة هلاية رمي عمر كهوش أوسكوت ما يسترانت أنا وحول بيوكاجا فلان أنكا هين بروتين لان مر كهاد هيلب لا الله نوران ما يشرد جاي الحقيقي والرباي هذه القاعدة قاعدة اللي قطط وكشي ولي قل لو يوق على امرأة المفقود أي كشي بينك جليس جب جبود عمر كوقت وارد إرادة وحان كوك جب جبيننا قاعدة يقدم بيساء نك داعيا وهريالك أمدا وعنده ضدك قفك سيرك أمد بدمنية صغير ديس كبير نقطة خلاف الأولي سنة كره اسكب بدلية ولذلك زلة العالم وحال يدوى زلة العالم سيء صغيرة العالم وكبير علم بلادي دم بعمر صغيرة كوا أدق عالمك كبير من الكبار بس بدليه لماذا تحسنا وإنه داعي وإنه كوهاي إنه صدتك أسق الله ميدا هين كدوين هاي وأمضى صهن كيدي وهريال كيدي وهل دور كيدي واحد كيدي وإنك في الدياشة مبنى إلا دبات تاقنا وإنه آل سؤلالي رقن كيسة دين تيسة دبني مديسة وإنه إلاشان وناك أمضى وإنه أقوه الرأي حماه وإنه أقفق ياهي دبك وينو أسق ودبرك وريتو دفت وينو آدمه وداي كله أخلاق دي أنبياء الله جربا نك داعيها هذي لكن نقط باش علوم الله إسك صوق علي أفو ووحي الدمينية دم بيجا ذير كم حو كبير أو نقطة دم بيجي يرى نك عام جا مرق والسمي أذو محو كبير سكوب بدلية حلو كلين أديك دم بيجا والله قط ينايا دم بيجادو ومعصيو يدباتو جد بيسو طلاب بيسو مدة جاريسة فنن كي هذا كويك يمد هلاقة يسا سوما كلا درو ما نلويد من مسألة فقه أنا ما بيلو اللي ما كوعنا بكلا نحد ما هي الجام يا كو كفتنا جيك جيك الله يقصو عم مسألة قدر جادي إنان سيدايري ولكن قرابين ميلو كوين عمبولو مبارو اسك كفتمي مسر سا اوو شيغ ودا دا ساقبا شو ودا رادين هيا ميشا فديا باشا ان بدن كو ديبارا الى جيجو كتورا هر جيل لي غسو نوقتا مركا اد سو الى لي ما ان شرحو دور باشاسي انو مقب اني مساله فقهه اي وداد كو اوغي سو وعاي لكن و رادين ان انو قبو ما قبارنو مركان كفتمي إنه كتاب قاسي كتا الله بان إليه لكن الله هيك الله كافق ما يسهدي هذا سئل علي زلة العالم وزلة العالم سيئة وكبيرة خلاف أولاه ومكروه في الشرع ذلك هو كدومي هو محل قدوة ضيا محل كيديب وجوغا ذلك الله مدمع صدا اسكح القامة وصدا كشقية هذيك لا أدنك ورق مريه. لما قضوا بويري رابان كوكا بكابينا يا أنا إخوسي قضوا كوكوبات ومضى مسلم كي صوماليات لأن يرى ديدي عقاشي دي علوما ديدي اندرقرات كيدي آدي آدي قرب استاكتي أفلقات دي حمر كصو يا ريب أنا أدعو ما نقايا من لا يشكر الناس لا يشكر الله إن سبان سدفاع أنا وأن فاكتان ربي لكن وذي غفلاتين خير الله إذا سيو أنت فردي أنت مقمبا وحا مسلم لقوية هاي إن الله سبحانه وحلقة هي لا كلام بذين هاي مركب بلشدة هذا فردي أنت مقمبا إن هذا الكي وقاري دون وحان لي هاي إلهي سبحانه وتعالى هاي ذن بركيو سيدا آدي الدفاع عدين هادان خلط دمنا إيقبتا
سيدا دي دفاعين هادان لغو خلدامانا اي قبطا نين والبو لغو حد قدبانا سيدا دي دفاعين او دفاعا ومضو انتاسو قال هادين لغيه لغو وحبادان بايدوها قاقي لها تاسيو مركوا مهانق ايو انان لغو الله يدن بركي انو دعيو دادكي عردقي لغو حد قدباي اي قرب استاقي سيوان اكسان برشد انت قيبه كلا دوان رقيا دومر با صغير كبير عالمي عامبا واد ما هتسنتين نبا لغا شيغي نما نمان عيلي باي عايا نما كا وخا موقنيس انان عيلي لكن انا ما قصدين انت اصلا كو دافايا وخي كلي دينكا قاتاي قودبك لباد اي راعا هاوشا كسو كوردهي مصبحي يو دول باانتي اروح ممر قرشي مركز شنكي دو قادو ديني ينبروغا هالي دونا هاتسي مركز ولابدا قضوبة ربينا براروجيو دور قضوبة مركز كينية بربر كينة ديني بان طول مريوانا كبحي هذا الكاد وحاسو بربر يدباتا وانكسو شيكي اما اطول مرتين وحا اصلوا كتاب ربك يسوند لقفق هذي ايو وحيابا كالون حال اهين ديننا اهين وحلم بوذي عقلي مجرد او كتابك ربك الله هو المرشو نسك الشرعي او الله قول صدو او وحكا لالا قيمة ايو هاوذني ربطان كيني او وحلا موضو تي الله لغتاكو قضب كل بعد كتابك ربك اصول فهم الله قادة دلائشي السنة اهيد يكو كتابك وحيقا او فهم خلدان لغاقات وانا وحا دادون كتاقن الاركيسان مشركين قبورين ومد قبصدي شيعة صوفكتي ملاحدي زنادقة صوفكتي انتو بدوني ومد مسلم كايت سيقود اي الصومالي سيقارا اينا يطليا نوال برأي جيسي باد ديقي عدكالو وحوري بينا مجيرو وحال الدوني قضيات اي مصير امدهت انطا افير لو كفيو او اي كفصدا ايو قوان كقارا gundagel bale wax xaglay la galiyay ka way qadiyad Soomaaliyeed oo umadan muslimka u dhaxeysa urur yar oo kaliigi ah go'aan kama gaari karo wadaada saddex boqol la soo urursado xoogo wishaa loo shubayna go'aan kama gaari kara gabadha waxay tiri meesha la igu furaayo fogaad ha joogo umada Soomaaliyeed wadada loo qaadiyo diinid way loo dhanyahay kitaabkan uu ka taliyo waad calaawlo hoos ku soo noo xogow shilma lagu shubtay Soomaali qadiyadeed ma qufsan kara lama qufsan karo hawsha ayada bil qaysiga socon maayo 19kii buu nagaa ka bil qowey dhamaatay Soomaali way soo jeeda in dad kala haysa waxaana i toosay sidaad ii difaacdeen rajab badan baa igelaysa mar walba oo si noolaado rajada intaad ay falka hadda aad wada inta muuqdo Soomaali waxa u badbaadaya laana duqayd ummada noqon doonta 20 sano kadib ragina dhalinyarada 30 20 iyo 40 jira 20 sano kadib Soomaali rag u tan labaad noqonaysaan maalinka idinku halka gaadhaan ummadu wax badbaadan rajaynaya Ilaahay idinki waxyaabahaana waxba kama jiraan waa xagaayo way xagaayo socoto way xagaayada socotana mareekan baa wada asagoo Ilaahay uu dumin ruush baba hadda haya niyadaha iska xumeynina gaaska iyo sonkorta iska dajiya ummadana Ilaahay u bariya ayagaa ba gaalay isaaya marka isku mashquulaana way farax naga qaadi doona insha Allah taala qodobka saddexaad Soomaali buu qosay dadkan Soomaalida ahayna ayaga raali ahaadeen dadkan Soomaaliyeed إلهي سبحانه وتعالى وناك يما صالح قونئة وابن آدم كهيسن بوسي نعمين قونئة نعمين كإلا إلى عليه وباين إن هذا أو شيء كبر الجواد ضروري أنت دولة إسلامية شيكت أدونك أي كجرت أما بلشي إذا كفي عن إسلام شيكت أدونك أي دوبنتاي نعمين إنك أدهي الستان ويسن هيسن باجرة nicmooyinka hadaan la ilaalinina oo idan difaacina waydan dhaafayaan wayna socotaa sidii loo ku dhaafin lahaa nicmada maxaa kamid ah
إنا تين ضد مسلمين بقولك يا بقول أدونك كم تشرت إذن كم مويه سهل ميسان أدونك إيش مريا نيشن دن أو وضع مسلم صومالي بس على جه لا والنعمة إن إلى شيطان الذي كبهايا أدونك وحالك نيشن وضع مسيح وكريستنا زامبيا الله شجع صوما هاي زامبيا الله شجع هذا النيشن وضع مسلم ما كريستنا ما هو صومالي باتكتي وبقولك يوردور هذا كأوطن نيشن أمد وضع مسلم أن صومالي هاي أدونك كوما هاي نوع نعمة رباني إلى نسي إلى شذا إلى الانتهي يا دورتي هذا وقت بدون كبه يا أقوني يا عقلي يا تلو إلا أن تعلنا ولا ربا ويسع تا كريستن بالدين كبر اللابي رقم محم بالدين كبر اللابي ملحدين بالدين كبر اللابي هي إذا شقينا هي دورتي بقى إلى الله ليس لا سعدا نعم الله بعد أمضنا وضع مسلم حق أن السنة أدون كلا جمهله ديبو في رسوله لما يسار ومد بقول كي بقول مسلم حق أن السنة أن شيعي الرافض أي بقتي يكو ضبع يكل بكان يحول الشيطان لسه لما يدين كان كاي نعمة أنا وحيد كربتها إن إلى الشيطان أنت محادر أو نعمة صدح هذا هل دل أود ود الدكتان أود حق أن إسفهم إنسان أو إسكو دقانا أو إسكو فهنا أو إسكو أركتيا باتين تي دلكي وحدد يدتك يدتك ولا قيب شنب الله إذا كرد جو جميستا إذا قيبي محايدين سهري إسلام نمتك يسون نمتك إسلام نمتك نا وهر الله بلا بين لذين كسارو كن سقال بقول يلح ذنك دل أفريكان أو ديمقراطية قاتي هذا أو بقول كي بقول طبقة صومالي أو جهريس أدونك اللي جميلي ودول ما تحطنا فانتان بالربا دبوا فيري دونك أدون كلهم فيري حلقوا هذا عدد ديمقراطية فير مي أفريقيا ديمقراطية مي سنة قنب كان حتى لقى ما أقول قاب كاي صومالي وطبق ذي وحالنا وعيا تركيا ها إسلام نمضى إن سياد برا مركو شو عيد قاتي دولة أفريقيا وقاتي مشر شو عيد بودافي هانتي وذاك قصة ليسن علم يقول لسه استاغي ماركس يلا يني ليني رقد وعيد أنا قاعد بنقارن حكاية سبحان الله سبحان الله والله يا مش مري أنا قاعد بنقارن أنت وذاك قصة ليسن علم جا بالفلسفة ضد مش أنت دمت ديمقراطية أن ولي يدولة مدنية أنا دون لقى طبقين أفريقيا وجزا يا حتى عالم العربي بالصومال طبقين وقور من لحنا أنا وما دارين أنت نقل نسكب الداي دين كذي بدولي ما لقيه هذا محاتا كان ديمقراطية دي هذا تاجن إذا صوب بالله بتوارد حذيرة وحي مريسا وحن أدونك خد عين لي دمرنسي حتى قال لي ما ذي حتى اللي بيكوسي حدا فينا يا وحالي بقولك إذا صدنا هواين كوينا قات أدونك كم جرت بالقصة هلا مريك قد ديمقراطية قيبينا يا يكون قيبية قوندو أقولني أضمر كم جرتوا هصوت رتمين وحي عشان أرجع إلى تاجين لكن زمان محلين ما صوت ترتم هايان يعني. بقول كي بصوتن برلمان كوا حاسك له دمر وهو الديمقراطية دي مجرته وارهير لقوس الدولة إلا بابي على الربع وحمل له الريب حتى قال لي ما دي تهدو كون ما أقوله وران قالوني تينو كله ما يا هم وأنا نضافتا تصالا إن هذا فانتام قصل ما هوش قصل ما حاجد إن هذا فانتام مرة حتى استيج كأيوة أي مريين نومي أقوله وين الدافين يا لحدن كمين الدافين معين الدافين سبنتي سبن قرمو قبصة لحدن السقال كي إنس يتبرن في الزورة هذا إن الدافين ما أقوله استيج قال لي بده كتشو حتى نومي أقوله نينك النوع عاصم يا إسلام كو أقلاني مع صهارة سنني متكي سنيين شيعة لذين كبلا بالرافضه برلمانات كده حفظ ده ميول ربي كده الناين أيام والله وضع دل الله الذي ما أقوله إنه يديم ده إسناده دين الله الذي ما أقوله ضد نما الذي ما أقوله نعمين كإله دينسي تلاقي الدفاع يا الله بربي ذي كبعين كلمة ذي أنت أصي كوي أقتاي
وحي آن خلطي أن أوقسنا الله يدافو وحي وناك إن شيئنا الله يدنكو أنفعو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.